قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب الجمعة من باب الخطبة على المنبر باب كسلبة حديث بن بحر سنيد حديث كهراء نعم ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. جابر بن عبد الله قال كان وؤها جذع جذع وحويين جتمريت لقويي سلك يعني ألواح دير أو مارت تير أو كلا أو جيتك جتمريتك جريدي سا ودير يهي مركا تير كاس أيو نبي يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم جدع قاس بو استاجري أكتيسة أنت النبي قام ينبرك الله صمين والنبي كخذ بين جري سيدة بعض المساجد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيرر كيسو وحيه جدي جذوع النخيل تمر لقو قويي با تيرر واحد تير مركة تيرر كم ده أيو النبي قو أبجوك سنجري صلى الله عليه وآله وسلم وكخذ بين جري فلما وضع له المنبر مركي منبر كالله دي النبي صلى الله عليه وسلم اللي سوس أميي سيدي حديث كحلا عن صومرني حديث كي سهل بن سعد لكن منبر كالله سمي ومنبر كالنبي الله دي والنبي قو منبر كي أوريقي سمعنا وحن مقلني للجذع أي منه من الجذع تركي قلنا تمرات كأها أيان وحن كما قلني مثل صوت العشار صوت ومثل صوت العشارة عشار كوا جيرا لا يو حالي رضع سلو أولو له وقوبت كي سأقو أولو لا جيت كي أولو لي أوي جيت كي قلنا وتركها كأها حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي السود دقي ومركا وحويا وفوضع يده عليه جيت كيف وقعنت ساري وقعنت مريي مركز أمسي مركب النبي وخطبة كدري جيت كان يوحو لأويي ذكري ومغلي جرو أكتيس النبي وكشيغيي وكوريغي لأويي مثلا مرك رنتي ملاحظة لها وحي تهي دين كان لو قمتل قلين جيدها يدغح وحا لوغو تلقلي قلوبت بني آدم إنه إن دين نغمقان يهي من مودنه وحبا إننا نغمقانين بانو هاي سانا جيت كا جيت جريدات جيت سمريات كا هي قللان الواح أهنا ذكر قاسبو او يايا كوريغي اكتيس قرآن كرا إله سبحانه وتعالى وحكويري لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إننا قلبي غيري ودير لا إيهاي إذا نفت يلا أندي بقول نغن مرك نفت يلا أندي بقول نغن دين كعيد الله قلت لك علي وقلوبت بني آدم دين كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحو تصالع قصو قاطي خربك أوكالي خابكنا وحك سوان نولايا ملكو كسو دعا مخلوق إذيليه يستفشر بالمطر ملكي من تون نولاينا دينك ملكي سوى قلوبت بني آدم كواني ملكا قلوبت يدي بعد ما تاي ملكا سينا دنقانين جيت كاسي وحو لا دنقاري قلوبت يدي ملا دنقانيش
لأنه نفتيه دي بمراجعينه ومراجعينه أن دي بقول نقوله نفتيه لأن سوء علينا دين كان كسوء علينا نعم لا يأمله شيء حيوي جماده إنه حد الله لا يأمله شيء حيوانة وعجمة وادعة إنه حد الله لا يأمله وين دعضي سيدة جيت كانوا كله يوحي على الله ماذا وحكى النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم وليه في صحيح كسوكا إن ما ركت محمد روى هذا اللي ورابع والله إيه هذا الشيء مركز عددك كوي رهدان وعجبا بقر يتكلم مركز النبي يقول أؤمن أنا وأبو بكر وعمر أنا يا أبو بكر يا عمر بقى خبينينا وهذا اللي يعني واحد الله يعني نعم أجمعات كسوة الله يعني جد هنا واحد الله يعني خلق قادو شيء دوا أما جمال ها هذا أما نولك ريا حيوان ها هذا كل جودنا عبادة إلهي وأقوليهن إلا بني آدم كي يجني وفيه لسيء قاركود موي أنت كلا وأقوليه نعم لون وكلمه سالم بن عبد الله سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل نعم سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم النبي جبان مقلي يخطب سر خطبيني على المنبر منبر كدشي سك خطبيني فقال مركاب النبي يري خطبتي سدحذي من جاء إلى الجمعة قفك جمعة أي ماذا فليغتسل أي من أراد أن يجيء إلى الجمعة قفك الدولة يئن جمعة أي ماذا حصوم ما يرتع نعم إذن مكة أمر كاسي قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب لا بد بقول ما دواش شيء لكن مركز ترى آد بأفضلية هي وأنا لكبرنية باب الخطبة قائما باب كوري وحوها على المنبر الخطبة على المنبر خطبة ومنبر كدوشيس باب كان نوحويا باب الخطبة قائما خطيبكم مركو خطبة أخرين يولو تاغيه فرد الله ما أقول فرد الله ما أقول استاق وينو كخطبة واجرتا مرو فريستا لما تشربو فريستا انتون خطبة باللابن عند الأذان وفريستا إمامكم خطبة هورا مركو دمئيو خطبة دمبانا اونا باللابن وفريستا مركا او فرديو ما خطبين ايو خطبة دو حيكون دعيسا مركا استاد سبو قائم احمرك الملقار كدو حيليهين القيام للخطبة شرط لصحتها على القادر قفك اوود انو استاغو او استاغ خطبة كو اخريو خطبة وحا شرط وصحة اذا اني انصحضو قيام با شرط وقفك قادر كهو أود وقفا قادر هين هون أود هدوية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قف بدله أكره خطبة أخرية هنا مشروع وكري كره مركز أنت وكره أم بوصميني واسيدة وصلاة وكره صلاة صلاة فرض كاهي أدو أود فرد من لقاء قرانا يا مايا واسيدة صلاة وكره علماء وانا سيدة جمهور أهل العلم يورنا قبان لكن بعض أهل العلم أيها وحيلي واجب ما هنا ومستحب ومستحب يعني مستحب مركز لقولي هي وسنة لقولي هي معنى هذا قيمة مالي ماها قيمة مالي ماها إيه واجب كي مستحب كي سنة وحاول حية واجب كتقتان كي سوى عقاب عقاب كان لازمية واجب هذا كتقتد عقوبة مضنتهي عقوبة مضنتهي لكن مستحب كهدات كتكتل عقوبة من مدنيت لكن أجر كيبا كو دافاي سوما أجر كيبا كو دافاي فرق قول حياة انتاسة إيه معنى هذو ماها قيمة ماله أجر يا ثواب مننا لقاه لي مايو سيدانا لقا أفهم لي وحانوا سنة لقا دابان قاركين لي مايا سنة ذو واحد بضم بيكو فردسا يلا إما ودين كي كمبته انتاسي كوكا لدويني قد بضن وانصحيسا بيليين علماء القارب سيد حنفية ذكره إمام أبي حنيفة لقشعي جاي وقع إمام مالك يسقوا واجب ليه هاي
qofkii istaaga ka tagana asaa'a aad buu xumi u sameeyey aad buu xumi u sameeyey ismi waa haleelaya laakiin khudbadii ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso waa ansaxaysaa buu leeyay maca alismi waa ansaxaysaa qofkii ka tegay waa musii aasim ah laakiin khudbadii waa ansaxaysaa amaa jumhuurtu waxay leeyihiin waa shartun lisaxati alkhudba qiyaamkuba shardi waay shardigu waxa weeyaan haddii shardigaa la waayo shaygii loo shardiyana lama helayo sida salaad aan wayse lahayn ma la tukan karaa ma ansaxay salaad aan wayse lahayn maya saasoo kale marka khudbo aan istaaga lagu akrin ma ansaxayso jumhuur ahli lcilmi baa qaba وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما وقتي والنبي صلى الله عليه وسلم وخطبة أخرين يسقوا تاجا أنت سو كتشوتشي أنت سو كربا لكن حديث هو نوع من دون سو كاملة سو كاملة بنوع من أيه هل كان مركب من شيء يا النبي صلى الله عليه وسلم حالة خطبه كان قائما مركب خطبين يا النبي واتاجنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن نعم نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وحي ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحوها يخطب كي خطبة أخرية قائما حال أويهي صلوات الله وسلامه عليه كي تاغن ثم يقعد مركابه فريسني يعني بعد نهاية الخطبة الأولى خطبة ظهر مركب لما تو أي فريسني ثم يقوم مركابه هدنا استاغي وخطبة الله الأخرين كما تفعلون الآن سيدة هذا بصمة ميسان يعني عبد الله بن عمر عمر مدو النولاء تذكر الله الله يا هو ذا النبي أرك صلى الله عليه وآله وسلم لكن أي أركان أئمة ذو إن سيدا سمعين يان سيدا هذا ما سمع سامو النبي سمعين يو صلى الله عليه وسلم وسيدا هذا ما تبلا سمعين صوما نعم باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب باب يستقبل الإمام إمامك وحسو قابلية القوم قومك وعدتك حاضرين تا في المسجد ما أنت الجمعة خطبة الله أخرين يعني وجهي يسو وحسو تشيدا دتك حق يسا دبر كيسونا قبل ذي يتشيدا يعني قبل ذي بكسر تشيدا وعدتك كجي سنية يعني محا ماشا لديدا يا إمامك قبل ذي يتشيدا دبر كيسونا دتك حقه إنه خطبة لا وجهي سوين ودتك سو قابلة واستقبال الناس الإمامة دتك الإمام كيف يرنيا إمام كي كتشي ذا لماذا للانتباه إلا قفك هوس يسيقه الدرائيو قفك إمام كفيرنيا وإمام كهذا الكسي خضيبك لا تفاعليا اسكو سيء مسو تشيدان لكن عقلك سوى سوى جيدا وحي الله شيري وكل جيدا dadkuna imaamkii kusoo jeesanayaan soo qaabilaya ida khaطaba markuu khudbaynayo wاstaqbala ibnu cumar وanas radia اllahu canhum اlimaam cabdullah ibnu cumar iyo anasba imaamkii khatiibka ay khudbaynayo kusoo jeesteen oo wejigoodu wuxuu jiray imaamka cataa ibnu yasaar anahu samica aba saciidi alkhudriya قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد أبا سعيد بن مقلي عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث هرون وصهر مري ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي أهيد صلى الله عليه وآله وسلم أيوم موله ذاها وتابعي من أهل المدينة ولما مدني أنه سمع أبا سعيد الخدري أبا سعيد بن مغلي الخدرية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي جلس وفريستي ذات يوم مالنت على المنبر
minbarku fariistay wa jalasna hawlahu annaguna gaararkiisan fariisannay. Xadiidkani hadda khudba kuma jirto, laakiin nabigu sala allahu calayhi wasalama marka aanan khudbaynaynin laakiin uu dadka u xadiisoonaya naftiisa minbarku fariisan jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam. Marka annaguna gaararkiisan fadhinayo nabigan ku soo jeednay oo waxa nabigu sheegaya ayaan danaynaynay. Marka imaamku hadduu khudbaynayo iyo hadduu wacdinayaba dadku waa inay soo jeestaan. Ila wacdiga waxa loo jeedinayo waa iyaga sooma, si waxa lay sheegayo intay u bal cilmi baa ku jira wacdiga sooma, si intay cilmigii u bartaan ay u weeleeyaan ay ugu dhaqmaan. Marka wailaa qofku hadduu mooga yahay wixii la sheegay waxba kama oga. Dabaysha markuu bannaanka marayo dhegihiisa marayso warkuu ugama duuna, laakiin maxaa la rabaa in la soo jeesto oo caqliga lasoo xaadiriyo. Nacam. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. كلمة أما بعد مبالغة هذا الله. باب من بو أباب يهي قال يري في الخطبة خطبة بحذيدة بعد الثناء يعني على الله مركو إلهي مهديي والرب أماني وحن ربي مذيهي كو أماني مركا كبعد بوحليهي أما بعد مركب ما هدا قال لي هي أمانتي سوحال إلى المقدمة خطبتنا ومقصود كي ردا لها مركب خطبة إيو مقدمة هراء إيو إيو وحن أرن لها إيو هي مقصود كي وإن لك لفصلية وإن وحن لقوا أقادين مقدمة دي لما تم مقصود كي لقالي وإن يجران وما عيت أي أما بعد أما بعد. نعم أي بعد حمد الله وثناء عليه إلهي مهدي سي أمانتي سك بعدي أقول وحن لا يهمك ساسو كلوي. أما بعد رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عكرمة مولى ابن عباس عبد الله بن عباس موليه سيبو أها تلميذ كيسي أردي قيسين وأها من علماء التابعين وفقهائهم بون أها عطاء عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عكرمة ابن عباس كوريي ابن عباس إن النبي كوريي محو كوريي إن النبي استعمالي كلمة أما بعد. نعم هشام بن عروة قالت أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد
صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. نعم حديث كاني ونصهر مري تقريبا لو موضعين ونصهر مري كتاب العلم ونصهر مري كتاب الصلاة ونصهر مري. هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام زبير ابن العوام ومن العشرة المبشرين بالجنة أها أوليب ابن عمة نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي قرابة أها ين إيه دي اسمع للشيء أي أوووو أها هو يدين وأسماء بنت أبي بكر الصديق وعروة هشام أبيه هشام وإن عروة عروة وإن الزبير نعم هشام بن عروة بن الزبير مركة عروة أسماء هو يديس بأسماء هاي هشام مركة وحكورين يا قال وحيري أخبرتني فاطمة بنت المنذر إذن الشيخ خذي سوى وهويني واي قبروي فاطمة بنت المنذر المعذير هاي منذر يا عروة ولا لا المنذر ابن الزبير واي المنذر ابن الزبير ما كان لبدو دوائي المعذر لبدي آباء وضع لالثي وولي بقى الشقاء عروة يا المنذر والله ولا لا لبا ولا لا هكلا دا شيء. وفي نفس الوقت كانت زوجته زوجتي سيبي أحيت هشام بقبي زوجتي سي والمعذر يهين باشي خدي سيئة غالب كو حويا نيني هوينكو رقو ذو علمك كبرتان سوما لكن هذا هالك وحان وحينا نين زوجتي سي علمك كبرانايا. نعم ما شاء الله تبارك الله مركز يدنا وحي كورسي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أييديد أسماء بيسوق جارتي أي علمك كقالتي أييديد أسماء بنت أبي بكر وأبي الضشي أيي كقالت علمي مركة فاطمة مركة وعيش اكتبي قال فاطمة وحيلها هاي أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت وحي تري دخلت وان صوق علي على عائشة رضي الله عنها عائشة صوق علي والناس ضدكين يصلون ويتكنيا يعني وقتي غير الصلوات وقتي صلاة أهل تكجري وقتي أنا يعني أيوه وقت السلاد اللي السلاد اللي تون سلاد اللي تكون جري ووقت أنا هين بدتك السلاد وذا تاجي هين مركب حين تهاي سببته وبسبب خسوف الشمس قرحنا مذوباتي إياه مركب قرحنك ما يبرارجين ما يأرك ما ركتها لكن وحي صوج شيء تمد ومديو سلاد وذا تاجن ونحذيني كم وقته أنا قد القرير كأيو قرح مذوبات كأيو بالمذوبات كأيو واحد طبيعي يسكع عادي يعني وهاي سنة لكن ما وآيات الدنيا ذا وحان وأرقنا إني سيدة إذا إستغس عطو أو سبحين واقو نوبريو قلبتين غرع ذو نور دعضو سبحين أنصو توصنو دانا هاي يغن أنو دررنو قلبتين أنصو نقونو سيدة إني إسكع عانس لا ما أهانسو تغير باكو لعدونا قيامة دي بعد عدونا وإثبدليا على مدى مكة لعضي قد تكون بداية القيامة مكة قيامة دي باللو قيدي إني تاسورة قلقة قفك مؤمن كهي مكة يونا غافل نقل آيات دا سوكال مكة هدي تمادو حق الله عرري ربي إي عبادة يا صلاة الله عرري ففروا إلى الله وسدا ففزعوا إلى الصلاة صلاة الله عرري هذا عكس من كدق نو مركي كرونه يمي مساجد يمان لك عرري مساجد دي بنا لك حيري ومشي لو عرري لها صلاة دي لو عرري لها وي بلغ عرري هذا خطأ هذا خطأ طبيعي ما أها وحلق يابا آية من آيات الله هنا أسماء مركة وحي كان حذي دتكو صلاة دا كجراء ودتكو ودا نحسن يهين عائشة يصوق شيء مركة
oo qurfadeed iyo qolkeed ugu soo gasho ayaduna salaadii wax uga jirtay markaas waxaan ku iribay tiri دخلت على عائشة والناس يصلون قلت وحان إربي تري ما شأن الناس ذاتك محا كدعي محا هلالي صلاة إيا فزع إيا أرققع أيضنا صلاة بكجرتها عائشة فأشارت برأسها إلى السماء ماذا حيث السماء كو إشارتها سيدا أم بيتري يعني باك مركا نكاها ليني محوها كتاب العلم قفك مفتقاهي إنه إشارة كجواب كرو ما ركتا مركز سلاة كجر تام هاد ذكرته ماذا حيكو إشارة صمدة ويفهمتين مرك فقلت وحان ربي تري آية آية بيا فأشارت برأسها ماذا حدي هذا نمر لبعض كو إشارة أي نعم يعني ها مرك الإشارة يو هو سما ماذا حلو قنديا صمة أي نعم ساسي كجوابت إيادونا مركز سلاة دي بيلاك الشي مرك لين عيدة إساكتي صلاة بي لكش فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا نبي قاد بؤدري صلاة دي صلاة دي والله وضي إلا يقول راحة كفيد انت أد بؤدري يعني كل النواجري حتى تجلان الغشي إلا وحيت رأان وريري أنض وخمي يعني ورير أن ميرك كتجد لكن أي دوا خنتي أيام وراء بيتر كوليل كي نحد انتي يطولوا القيام انتي بأسكوها لالي ما ركتا مركابة وحيتر وإلى جنبي قربة فيها ماء لنعيق وحيا ليس برار بي كتشيران ففتحتها مركاسا فري فجعلت أصب منها على رأسي مركاسا بيه كشبي مدى حيق بيتر وهي في الصلاة صلاة دين كجرتها ماذا يقول لك سيدي ودكتو فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلاة ديب دميو كبحي وقد تجلت الشمس والحال قد تجلت الشمس أي انكشفت قل رح دي أي فيدنتي عداتي ومركا نحن انتي يمركتي يعبسدي إله المسلمين كالرفعي مركا سوف خطب الناس دكيب النبي أخذ بأخري ووعدي إن آياتها هي آياتها يوحى لك الرب قفك حيال رب الله مبركة النبي أخذ بأخري وقت الجاهلي من رك قارك ذو حي رومي سنان جرين قل رح ذو مذوباتا أما بشو مذوباتا هي وحي كتو سنيسا يعني أنه حدث شيء عظيم وحوين با يا سوكر داي وأما قف عظيم هذا انتي أما قف عظيم هذا الشيء وحسن هو مغلي جرني سوما سوما لذا يذن وعرفته مغلي جري مايا قف لما شدي إيو دل شدي مدن غرحته من مذوباته إنما هي آية من آيات الله نبي قمرك صلى الله عليه وسلم خطبة بأمورها كعديي نعم إيا هدي تاسو كلا دعضم حلو باهية مركا نبي خطبة أخرية فخطب الناس دتكي بو خطبة أخرية وحمد الله بما هو أهله إلهي بكم هديي مهد إلهي مدنيهي أيكم هديي أمانت إلهي مدنيهي أيكم أماني لنبينا إلهي سبحانه وتعالى وحأفري محامد يثناء على الله وحأن نهدى أنه قرني إننا أقول مركز تو إلهي لبريا ينا إلهي بالله مهديا وانا الله أمانا سي إلهي كو أجيبه مركز ثم قال وحير أما بعد باب كدن حديث كم يشوه سؤال لي والله فتقاس أما بعد قال ذو حي تير هل كان مركو النبي قمر أيوه وقد ولغط نسوة من الأنصار حوين أنصارها ويقول ماشي وحكا جوغي وسلادة وحكا تكنيي أيا هدلي هذا البوقه قيلها السميين فانكفأت إليهن أيا كان حقه دي آذي بيتري لأسكتهن إن أمسيه يعني فانكفأت أي ملت وجهي إليهن وجهي يو كل غير ربما صدد بي حقه دي أن آدي إن آموسيو سي خطبة اللورد قيست انت جرتي أي آموسين أي سي أي هذا الكين نبي قوح بضان وكم يديه اللافين مركي سؤال نقطي فقلت لعائشة
عائشة وحنا إري بيتري ما قال أنت أن مقنا النبي جو محويري قال ذو حيتري عائشة قال النبي جو محويري وحويري ورب يشكت هذا الذي النبي جو يروح كم إذا ما من شيء شيء مجره لم أكن أنا أهين أريته كي لأتسيي إلا هدو جري قد رأيته في مقامي هذا مقام كي كان أكوارك وحيا ربضا النبي صلى الله عليه وسلم لتسيو آيات باجرة مثلا ليلة الإسراء وكلا آيات بضا باجري وإلهي تسيي ما نبتا سيد إلهي بقرآن كي سكو الشيغي لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات كي ووينا ربي ووينابو نبي أركي وحيا رب أن كرون لأرعون النبي الله تسين باجري لكن ما ننتا انتو سلادة كجران النبي الله تسوه لو كشفيه مركا انتا المقام كان سلادة أن كنتو كنا يجوغي أيان أركيبو لي في مقامي هذا حتى الجنة والنار جنة يا نارتي من أركيبو جنة يا نارتي أيان أركي ولبا فوائدي هران أصو هرمارو حديث كان وحا كجري إنه مرنا هرؤ دقائق يي مرنا أقبال أسوء على ريي وإنه شأني قد أوحي وحال إيوحيودي إلي أنيقا أنكم أدنك تفتنون إن لإذن فدنين دونه لإذن امتحان دونه في القبور قبور تلحديدة أدو يذن قفكو وإسكنوا ليهي وإسكنوا ليهي لوما أبورين مهمد وين الله أبوري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خيار لسيي مركو الدنيا ذن كوريجو آخرة مقامات كذا مقام كوره يهوى حقه وقبرك سوما قبرك مركي لصارو عيد اللجوء الباب واللقط لقى قبل الله ما لقى بوه إيمان سو امتحانه امتحان كل امتحان يهلك النبي بوك شيء جيه صلى الله عليه وآله وسلم إنكم أدنك أن وإنه شأني قد أوحي إلي وحال إيه وحي يودي أنكم أدنك هداتهين ضبكي بشركي وبشر قردن تفتنون إلا إذن فدنين لكن نبي قول الله اللي صحابة دي بقول الله اللي هذا الكين أنه نوسه قد بي أنه قال الله اللي هذا أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال فإذن الله إذا مدي مسيح الدجال أنا أدو أما كبض رمبا مسيح الدجال نبي قوحو كتل مامي شر غائب ينتظر شر مقن أولا سوغ يوي ومدان مسلمة أمة محمدنا شر كغرب بضن دجال مجرت وبشر سيدا ولغيا بينو نوي مارت محوها أحاديث لما كسو عرفتي دجال وبشر بني آدم الله بالغاض له الله بالقعماض له أو مدح له وبشره بني آدم أو إلا أو اللي بعيبته كم مقطه هذا أنا وحش شاقنا يا ربي إنه يه دتك وحولي ربي جيبان هي إرمية دتك وقت جاء جوجنا سيدنا هذا اللو جوجا اللو جوجا بقول كيبا سجاشن إيا سجال أي إلهني ما وقول هل قف بديدي وشر شر خطر أهوي إلهي نقبت بادية إلهي نقبت بادية شرتيس مركا في دنو مدى الدجال وكراء أما أدو باقبورتا أيضا إنك قدن بيس يؤتى والله إمنيا أحدكم أحد أدنك إذن كمدها الله إمنيا لما مرقبه إمنيس فيقال له وحا الله أرنيا ما علمك بهذا الرجل ما حد كأكتهين نكاس ما جي عيسى لو شيء مايو ما جي عيسى لو شيء مايو نكام حد كأكتهين حد كتقان أنت سلوي دينا سوى قبرك كتيرة وقبرك مجدي هاي أو ملاك لجن حيو أو قيرة ومارت من الصاعقة ولو ورير يلقوا هذا ليو وهذا لو إبهامي ولا يرنيك ما تقانا نحوك جواب ترامب مية بوتين مية غيرهم مية يتحير قفكي إلهي وافتشي يسوغا سوغا إلهنا سوك
ilaahu nasuk wali ajri dalika nabigu sallallahu alayhi wa sallam dhihi jiri qofki marka qabriga la geliyo is'alu lahu is'alu allah lahu tathbita fa innahu alana yus'al hadda su'asha lagu bilaabaya ya ilaahi inuu sugo uydiya na'am marka qofki ilaahi waafajiyo un ba waafaqi fa amma almu'min qofki mu'min ka aha oo rabbi iyo rasuulkii sabar rumaysnaa oo diinka ka bartoo yaqaanay aw ilmuqin yaqiininayay shaka hishaamun almu'min miya mise almuqin shaka hishaamun hishaam baa ku shakiyey laakiin riwaayadihii hore oo na soo maray ishaaro waxaa ku jirtay qofka shakiyey inuu ahaa faadima oo waxay soo tiri المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء عبارة ذا سأكون جرت الرواية دورا نوس أورمري مدعو النقطة طبع لعل شكك فاضمة أي كشكي سي إنه هشام لكو شكيي وصيد فاضمة أغا مغلو أغا وريني أورينا يا سابنا فأما المؤمن أو الموقن شك هشام فيقول وحو أرانيا مؤمن كموقن كاه يقين سنا وحولي هو رسول الله هو محمد نكادي قرن إساني ورسولك إلهي ومحمد صلى الله عليه وسلم بعض الروايات وحي هاي انت لغما قاب سنة وحلقوا لي وما حدك أغاتي وما علمك به حدك أغاتي ورسولك إلهي محمد شاكتي لكن رسولك إلهي وما حدك أغاتي وحكو جوابي قرأت كتاب الله إلهي كتاب كيسي من أخريه ميقا آيات بكو جرت قرآنك ومحمد ورسولك إلهي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله محمد رسول الله انت سنوات أخري بولي قرآنك إن أخري مركز أوليه جاءنا بالبينات بينات عد عب يأدلو أيون نوليمد إيه والهدى ووحيك والنبي قال لي من الله وقرآن كي السنة الصحيحة فآمنا وانخميني وأجبنا وان أجيبني واتبعنا وانرعني طريقي سانرعني وربك عابدني وصدقنا وان رميني رسول المديس انت أمرك كجوابه أمر ضمب أمها يستان سؤال كليني سيويديا جوابتينا ربي حقي صار لك صحي في بعض الروايات فينادي مناد يعني عن الله أن قد صدق عبدي أدون كي رمبو شيغي أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة جنة وققل جنة وقرأي وقرأتر الباب وقفر مركز جوابا بحين يا مركز ملائكتي فيقال له على أرنيا نم سكسح صالحا حال آتهي مت صالحا عمل كاجي صالحا كو انتفاع ساسي ليه نعم وأما المنافق منافقي منافق حال يرهدا إلا يبطن غير ما يظهر يعني مركي أف صومالي اللي سواء أروري منافق حلا فصل هذه اللي يرادو أفك مسلم أورك قالوا أفك مسلم وكي أوركنا قال بكي أو قال أو المرتاب شكك كتشري ودينك يا ربي عبادة دي سيئة النبي قبل شكك أغسقنا شك هشام هشام وكشكيي محو كشكيي المنافق ميئة هيد عبارته أو المرتاب واسكو معنا أون فيقال له حالا أرنيا ما علمك بهذا الرجل نكن حاتك قرن فيقال وهو أرني فيقول وهو أرنيا لا أدري ما قرني ما قرني اللي ما يعني ما بقى وحلا ويديني يا معوقة سمعت الناس يقولون شيئا فقلت دتك وحلاها بان مقلي أنا وان إريه وحن اعتقادنا يا معهين وحوش يدا كلمة الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن المنافق يقول لكن ما اعتقاد فيها ما يا نبع عروره قيل شريالة وعن عزوستها
نين إثيوبيان هو أسكري ها أي أسكري جيل جيل دوت كواسك مسلمين مركز عليه ما الإسلام تيد أفسو مالي كانوا واقعان ما الإسلام تيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله دادي مركز ويري هذا ما وعدهن كرا لكن دن كمله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ما دنا هنا يو معناه ما دنا هنا يو أي وقت مركز كلمة ده أوي روح ما نفع لا تنفع لا تنفع لأنه لا يعتقد ساس مركز وحولي هاي سمعت الناس يقولون شيئا فقلت تطكو لحو حاله من مغلي وانس كائري قال هشام هشام وحيري فلقد قالت لي فاطمة فاطمة وحي إي شيختي أو إي تري فأوعيته حديث كي أي أي ذي بك وضع يعني أسماء أي شيختي وان وليي قلبي جاي جاي مسكح ذي ذبان ول ورديكم كحري يعني ما يهل مامين لفظك لو هو فوعيته أي حفظته وان حفظي غير أن هابو يريض ذكر وحي إيشكتين ما يغلظ عليه وحاد يآد لغو أتكين يقفك منافقة أي كدرت أن هذا هل كان مجرين فوائرها كسو أروري وحاكم ذا موضع عاس مركو سيدا يرهدو لا أدري أي حيوتان مقامع دبيال مركاب كل فنيان للك كل فنيان مركاس إليه لا دريت ولا تليت ولا اهتديت وحنها أغان وحنها أخرين هنا هنوني ساسي يقول تغير مركاس ربنا ليه هي أن كذب عبدي أدون كيجي بيو بيمبو الشيغي كذب أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وعذاب جهنم مركفتا كاسنا ويجران إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدي سرنا إنه فتا كاينا قبض باديو دين كان نقصبه الدنيا إيا آخر بقى. جرير بن حازم حديثك مركا آد إنك سؤال ليرا فوائد بضان وتربضان يكون جرتين باب كان هذا باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد لفظي أها أي تري وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد انت سوء أروري لكن فوائد بدن بها كجرته مسألة مركز باب كالله لو دليشين أيو مسألة فوائد أنا هين وكالا إيا مسألة أنا هين وكالا بها كجرة جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو صبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب قال عمرو بن تغلب فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا نعم جرير بن أبي حازم بن زيد الأزدي قال سمعت الحسن يعني حسن البصري تابعي جليل كهاي فقيه أها يقول سقى أرنا يحدثنا عمرو بن تغلب التميمي عمرو بن تغلب أي حديث ذي عمرو بن تغلب وصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال حول لولي من حول الله كيني حولها سوء غني مدي أو كلمة مثلا أما جزية يوحل مدى أو صبي بالله يعني صبي وضدك محابسته أو قال الله لقصه أبصده فقسمه مركز وضدك أقيبي حاله غنائمتها أي النبي وضدك أقيبي فأعطى رجالا وترك رجالا رقنا واسيي رقنا واكتق ومسين حاله باير صوما رقنا واسيي رقنا واكتق فبلغه
نبيغا وحا سو غاري ان الذين ترك رجي او كتغي اون وحبا سينين عتبوا ما ركتا عتبكم معناه هو ما هي نوع عراه اني قبان انه وحلا سينين ما ركتا او نبيغو انو كتغي اون وحبا سينين اي كو ايدينيان بني ادم كو خوغا دينا عاس خولها وكو هم غروخون ياي الى قار كود اي نبيغا تهمين او يرهدين وقيما لو عادل لما سمين قال النبي قاد وحانو سدي ويري يا عادل لما سمين يا هدان الله يا رسولك سو عادل لما سمين دتكو اد بي حق دين عاص وكو خين الى يومنا هذا واسدي ارنتي من النبي مقلي صلى الله عليه واله وسلم مركاس دتكيو دن خطبه اجيدي مرك دتكي ما ايدين إلا طبع بني آدم كطبع عضو أساسا هذا يصير أكو شيء سعدان وحلاقة يبقى إنه كهلا كسمان ما دام النبي جتوه ميستين لكن سكر النبي جو علاجي ودويي فحمد الله نبي جو إلهي بمهديي صلى الله عليه وسلم ثم أثنى عليه أدنى ربي بأماني ثم قال وحيري أما بعد وما شهد حديثك أسود للشيخ أما بعد فوالله دارب النبي وكب الله به يو هذا الكيس هو يهي هو اللبين أي هذا ندارك أتكي فوالله إله من كل دارتي إني أنوب لا أعطي الرجل نبا وحسينيا حال سينيا وأدع الرجل أي الرجل الآخر من كرنا وأن كتجيا أو حب مسينيا والذي أدع كان كتجينا أن كتجيا هنا أحب نعم إلي من الذي أعطي أسغن شعراي كان كتغن شعراي وان كتشعراي كان وحسيي يعني وحالا قال ذلك قار كودين إيري هذان نبي قوحون وحبا إيسين وإي عراي سيه أما وإن عاي مايا ساكو مدسنا حكمتك لك جرت وحالا قال يابا متكن أوسين أيوه هدان وحالا سينين وإسلام كدما كتغو لكن مت كان لقيت جيو قناع وقبا سمع مركا كان كت جيان شعر هاي أو كت شعر هاي كان وحسيي ولكن بوير أعطي أقواما ضبا وحسين لما أرى وحن أن كؤج هاي أن أركه في قلوبهم قلبي يدو من الجزع صبر لآن صبر لآن إيه والهلع هلعنا وحويا وصبر الآن توصي عدك شدة الجزع واي يا صبر الآن إيوه إنه نصبر كريم وحارها إيوه وجاد وجعل يكون من يهي وسيدا دكت إذا حنو غبق يا إنه هلك سمه ومرك النار كجرو سيمرك الدين كيس لابو إلى عليه أي الله سينا يا ولأجل ذلك دتك لصي زكذا وحكم إذا قيب ليه هذا المؤلفة قلوبهم كو قلوب تظل صاد ما يو إسلام كله سوى جعل ليس إني مركابه يرسده وي وأكل أقواما قلك لنا وحنا أتلا صارنا يهن أدينا يا إلى ما جعل الله في قلوبهم وح إلهي قلبي يدو ضي لي ومن الغنى غني نماء أنك حالها نغنى صمة نبي قلوا حليه ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس غني النمد ماءها حوله كابته يا غني النمد هو محي قناعة إلهي قلبي وفوق لي مرك قناعة كؤغة هاي يعني وحويا وقلبي قوضا رجاء كؤغة هاينا وحاسن أدينا يا أطلا سارتا وكتاقا دي حوله بدي هنا وحاك جاري يعني إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى وحن قلبي يدو كوغي وغني نماء يا والخير خيرك إلهي سبحانه وتعالى وكب بيعيي وصبرك يا أتكي سيقع مركز وحو يري هدنا مركو رقي ساو تلمامي أيو يري فيهم عمرو بن تغلب كو غني نماء إلهي قلبي قضي إلي خيرك ووحا إلهي قلبي قوغل يوسي أن كوها اللينا يوحا كمدا عمرو بن تغلب وكمدا سجيبوا بقعابي وأنا قاعد أتكلم إنه ورني شعورك يا عمري بتغلب سيدنا قضاء مرك أمان متى يا شباب زمان ما سوى سماه أمان إلهي رسولك سي أماني
عمر بن تغلب أمرك وحوليه دتك اللي جت جونا كم إذا عيا عمر بن لكن دتك الشيخ تأسوه كم جرو عمر بن تغلب أمرك وحوليه هاي فوالله إله من كدرته ما أحب ما تشعلي أن لي إن أنا جاي أهاته بكلمة رسول الله أي ببدل كلمة رسول الله كلمة رسولك وإير بدل كذا إن لا إسيو حمر النعم حمر النعم وجيلة دعركه جدودا وكان من أكرم أموال العرب قيل أنت صه تربضا إن لا إسيو هي كلمة النبي كلمة النبي قد شعل حيوه رضي الله تعالى عنه وعلى شعل هذا ويتهي فعلا وعلى جعل هذا ويتهي فعلا معلن آبها يعني هذا الله كده حليه وحكم إذا ما ندو وعنا اللي يريه ذو هذا يبضن تهينا وسو قاري سو مرت هذا يرتهينا وسحر سحر نقول دير الله يسقف جي يسقف جي مرتها وكلمة كنت كقطنت علمي كقطنت تتكو وكوهم بلغوا وكوحيين أدي أدي وكوحيين لكن قناعة قفك إنه قبه وحي إلهي قدرنا ما ويني وحي إلهي قدره ما ويني نبي قوله صلى الله عليه وسلم ألقى جبريل في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب نفل من يسمجر في الله رزقه إذا كملت إلهي كبقى لنا أن شعرها إلهي عرب كيسا وحي يريه وناقها نارتها وقا إلى عليه وكقب يهي موضوع عاس أرأي ضرب كقروح صدى أرزاق وانا لو قريه أرأي ضرب كقروح صدى أرزاق وانا لو قريه وحي إلهي كو قريه وحانا هنا ارتقو إيمان بايا مركز سقنا علي وحلالة كو رادي عربتا وحي كو مهما هذا لفظ عربي هو تشتشبان وعربتا عامي قاء لو جريت جري الوحوش غير رزق كما تحوش هذا سيدا ورابها يوبتدا بانتو دادو أردو يسو قرنف 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 تقوه يسو وحي إلهي كوقري وحان أينسو حريد ميست ما دام مركز سيدا تهي أدو أسباب تير لإيمانية قناعان قبا خزقك إلهي كوقري إنا دوينين سي حلالة كدون وحي إلهي كوقري إلهي عرض سي عدام كيسا هكو 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 كسبا حاران إيا بلايو إيا دبندابيو إيا قيانو إيا حتويو إيا بدع إيا وحزة المرسين كفقو رزقي جاك وادي وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.